السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في قناة فن المطبخ والبيت. النهاردة مع بعض عايزين نعمل الحوض. أنا بنضفه بحب اتنين بس، شايفين معايا؟ ده ملح ليمون، هوريكوا دلوقتي يعني بالشكل ده. بسم الله الرحمن الرحيم. عامل زي السكر بالظبط، يعني السكر اللي هو الايه، الخشن مش الناعم. دي كربوناتو ناعمة وعاملة زي البودرة كده. خلاص خليكم معايا. الاتنين دول بصراحة خيال في المطبخ، يعني في الحوض بينضفوا الستانلس كويس جدا، اي معدن حتى الالمونيا. الحلل بتاعتك ممكن تدعكيها بيه تبقى زي الفل، وعلى ضمانتي جربوا وان شاء الله هيعجبكم، مش هتقدروا تستغنوا عنه. خلاص احنا هناخد معلقة معلقة ملح ليمون، معلقة كربونات مع بعض كده. صدقوني ان شاء الله هتلاقوا فرق كبير جدا لما تستخدموا. يعني بصوا الحوض انا منظفاه، ومش هكذب عليكم يعني انا منظفاه من شويه بعد ما عملت النوعين بتاعت العشاء. بس انا ايه، هوريلكوا ازاي احنا ممكن نعمل. بصوا يا جماعه، بتجيبوا الاتنين مع بعض، تفركوهم كويس وترشوا كده. بصوا والجوانب وكده اهو، سامعين الصوت؟ شايفين ده بيفور؟ انتوا عارفين لو عندكم مثلا بلاعه مسدوده بتاعت الحوض بتاع المطبخ او الحمام، تحطوا فيها شويه معلقتين يعني ملح ليمون، ومعلقتين بيكنج باودر اللي هي كربونات، وقصدي اسفه، وهتعملوا كده. بصوا نقطه ما انا هحط، بصوا ازاي هتعمل، سامعين الصوت؟ بصوا الفوران بعمل ايه، بمسك الجوانب وبدعكها كده. بجد بصراحة من ساعة انا ما جربته تقريبا من رمضان اللي فات وانا مش بستغنى عنه في الحوض ابدا. تحفة تحفة يعني، جميل ما شاء الله. انا هجيب حتة سلكة دلوقتي، سلك مواعين، يا ريت ناعم، لان انا كنت بستخدم الخشن جرح لي الحوض بتاعي. قبل ما تنامي شطبي مطبخي عشان تنامي رايقه، تصحي الصبح كده يا دوب بس على تحضري الفطار وخلاص على كده. اللي الحوض بتاعه استلس ولونه غامق يجرب الوصفه دي، هتعجبه ومش هيقدر يستغنى عنها ابدا ان شاء الله. بتدعكي كل الحواف، التفاصيل الصغيرة دي مهمة جدا يا جماعة. يعني اللي مثلا عنده حلة الحواف بتاعها من كده يدعكها كده. دي بصوا اهي اهو اهو اهو، ليه اكتر من سنتين الحوض يعني ما شاء الله ما جرالهوش حاجة. وبرضو شايفين الفتحة بتاعت الحوض دي تدعك كويس، شايفين هي ازاي؟ انا دايما بدعكها، واحيانا بحط معلقه قبل ما انام مثلا ملح ليمون وبيكربونات، وبسيبهم بغطيهم او احط عليهم خل. الخل ده برضو مفعوله كويس جدا. بصوا اهو، حتى لو في روايح عندك في الحوض، في ناس بتبقى ليهم ريحه حوض كده مش لطيفه، يحطوه حتى تحت الحوض، حطي بيكربونات هتمتص كل الريحه. لو انت دايما بتظبطي حوضك الحواف اللي هنا دي كل ده حتى دي، بس انا بعتاها يعني ما فيهاش حاجة، فمش هنحتاج ايه نستخدم. Thank you.
هننشف الحوض، اهم حاجة في المطبخ والنظافة تنشيف الحوض والرخامة كل يوم 3-4 مرات في اليوم، فده هيريحه كتير. هنمسك كده، بسم الله. اهو بنشفه، مش عايزه نقطه، عايزه المطبخ يبات نظيف وناشف اهم حاجه، لان الرطوبه والميه بتعمل حشرات، ده حقيقي يعني، بتلم حشرات كتيره جدا. وكل واحد لو عارف السبب بيبعد عن الحاجات دي، يعني لما انام مثلا مطبخي نظيف وحوضي تمام، يبقى خلاص انا هحتاج ايه تاني، الدنيا هتبقى زي الفل. نشف دايما دي، سواء حنفية المطبخ او الحمام. لو عندك تكلسات اللي هو الجير اللي بيبقى ابيض على الخلاطات، بحطه بنقع، يعني بجيب بيكربونات وبرده الخل والملح الليمون بنفس الطريقة، ارشه عليهم واسيبه 10 دقايق وارجع تاني ادعك، هلاقي كل الجير اللي اترسب من كام شهر ولا من كام سنة بدأ يروح مرة في مرة، هترجعي خلاطك زي الفل. عليه الصلاة والسلام. اهو ده الحوض معاكم، بصوا نضيف زي الفل اهو. يلا ياريت اللي ما اشتركش في القناة عندي يشترك، وان شاء الله اذا عجبتكم الفيديوهات بتاعتي، اذا عجبكم الفيديو دوسوا لايك واشتركوا في القناة وشاركوا مع اصحابكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تصبحوا على ألف خير.